الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من المواجهه. النهارده في المواجهه الاولى هنتكلم عن الاهتمام الرئاسي غير المسبوق بالمواطنين من ذوي الهمم وجهود وزاره التضامن الاجتماعي في رعايه الاشخاص ذوي الهمم والخدمات اللي بتقدمها ليهم الدوله بشكل عام، خصوصا وان احنا النهارده شهدنا اطلاق منظومه المرحله الثانيه لكارت الخدمات المتكامله للاشخاص ذوي الهمم. هنتكلم في الموضوع ده مع ضيفتي العزيزه السيده نيفين القباش وزيره التضامن الاجتماعي بعد شويه. اما في المواجهه الثانيه فهيبقى عندنا لقاء مع الكاتب الصحفي الاستاذ محمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهره 24، وهنتكلم معاه عن تنميه سيناء وانتصار الخير والنماء على الارهاب في سيناء وازاي بعثت الجمهوريه الجديده الحياه في سيناء ومدن القناه، الى جانب عدد كمان من الموضوعات الاخرى هنطرحها على ضيفي. الاول هنروح سريعا لاهم الاخبار النهارده وصحه المواطن. هنتوقف امام صحه المواطن اللي الحقيقه بتاتي في اولويات واهتمامات الدوله المصريه. بيدلل على ده الخدمات اللي بتقدمها هيئه الرعايه الصحيه التابعه لمنظومه التامين الصحي الشامل للمنتفعين بالمنظومه ولكافه المتعاملين وفق اعلى معايير الجوده العالميه. علشان كده كانت الهيئه حريصه على التعاقد مع افضل الخبرات الطبيه المصريه المعتمده دوليا من الاستشاريين والاخصائيين بجميع التخصصات. خلونا نتعرف من خلال هذا العرض على حجم الخدمات الطبيه والعلاجيه اللي قدمتها هيئه الرعايه الصحيه لمنتفعي التامين الصحي الشامل. معانا على التليفون دكتور طارق رشيد رئيس قسم القلب بمستشفى النصر التخصصي للاطفال ببورسعيد والتابعه للهيئه العامه للرعايه الصحيه. دكتور مساء الخير، واول حاجه يعني ايه اللي بيعكسه اهتمام الدوله بصحه المواطنين واللي من صورها اطلاق منظومه التامين الصحي الشامل بالتاكيد؟ مساء النور استاذه ريهام، ازي حضرتك؟ الحقيقه يعني في البدايه انا حابب يعني اتوجه بخالص الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، معالي رئيس الوزراء، معالي وزيرة الصحة والدكتور أحمد السبكي على يعني ما بذلوه من الحقيقة من جهد كبير جدا للارتقاء بمنظومة الصحة في مصر حتى تصل إلى ما وصلت إليه الآن. ويعني إن شاء الله لاحقا طبعا يعني هكلم حضرتك بالتفصيل إحنا يعني كنا فين وبقينا فين. يعني إجابة على سؤال حضرتك، إيه اللي بيعكسه اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطن المصري؟ الحقيقة ده بيعكس حاجات مهمة جدا. أولها يعني توفير العدالة الاجتماعية، إن المواطن المصري الفقير والغني الحقيقة بيجد رعاية صحية فائقة في مستشفيات الحكومة دون مقابل، دون التفرقة ما بين المواطن الفقير أو المواطن الغني، بالعكس كل واحد بيجد ما يعني يطلبه بشكل متميز والحقيقة بكرامة وفي ظل إمكانيات الحقيقة متميزة. الحاجة الثانية إن الدولة مؤمنة تماما إن الاستثمار في صحة المواطن هو ده أهم ركائز التقدم، وبالتالي إن أنا أهتم بصحة المواطن هقدر يعني أنهض بالدولة وأقدر أواكب التقدم العالمي وأقدر أنافس الدول الأخرى، وده مش هيجي غير ما أوفر الحقيقة خدمة صحية متميزة علشان المواطن المصري ده ثالث حاجة يقدر يعيش بصحة كويسة وحياة، يقدر يعيش حياة كريمة، يقدر يشوف شغله كويس، يوفر يعني قوت يومه، ويوفر لأبنائه حياة كويسة، تعليم متميز، كل ده مش هيجي إلا لما يلاقي رعاية صحية متميزة. طيب لو اتكلمنا يا دكتور عن التقنيات العلاجية الجديدة في مستشفى النصر التخصصي في بورسعيد، أهم التقنيات دي إيه؟ يعني خصوصا المستخدمة لعلاج مرضى القلب.
الحقيقه يعني احنا تشجعنا جدا في الفتره الاخيره دي ان احنا نقدم خدمات متميزه، يعني مش بس ان احنا بنقدم الخدمات العاديه. طبعا اولا المواطن اللي كان في بورسعيد الحقيقه يعني اتظلم كتير جدا، ما كانش عنده خدمه صحيه تليق بيه، كان يعني بيعاني كثيرا علشان يجد العلاج السريع والفعال. يعني لو هنتكلم عن امراض القلب، امراض القلب عارفه حضرتك ان هي امراض بتبقى معظمها طارئه وبتحتاج تدخل سريع جدا، فكان المواطن عشان ينتقل من محافظه بورسعيد الى محافظه اخرى وغالبا كانت بتبقى القاهره بيضيع وقت كتير جدا، ساعتين ثلاثه، كل ده بيبقى مش في صالحه خالص وبيعرض حياته للخطر. فاولا وفرنا التدخلات الاوليه لانقاذ مرضى جلطات القلب او الاحتشاء الحاد لعضله القلب. المرضى دول الحقيقه الوقت بيفرق معاهم جدا، يعني الدقيقه بتفرق مع المريض ده في حياته، بتفرق معاه في تاثر عضله القلب علشان يقدر يعيش بعد كده كويس، لازم يبقى تدخل سريع. فعملنا اولا حاجه اسمها دعامه الحياه او دعامه انقاذ عضله القلب. اي مريض يعاني من جلطه في القلب يتوجه سريعا لاقرب مستشفى ليه، ما بتاخدش دقائق، بيلاقي فريق طبي متميز مكون من استشاريين واخصائيين قلب منتظرينه في المستشفى، ودي حاجه كويسه يعني لازم المواطن يبقى عارفها ان في استشاري موجود 24 ساعه ما بيتحركش المستشفى، في اخصائيين موجودين طول الوقت، مش هيجد صعوبه في ان هو يلاقي العلاج اللي عايزه في اسرع وقت ممكن. دي نقطة مهمة جدا ان احنا لازم نوفر التدخل السريع لمرضى الازمات القلبية. الحاجة الثانية ان احنا دلوقتي كمان مش بس اكتفينا بالحاجات المهمة والضرورية، لا احنا تميزنا كمان في الخدمات بتاعتنا. فالحقيقة امراض القلب حصل فيها تطور في علاجها بشكل في الفترة الأخيرة، وهي وجود يعني الحقيقة تدخلات يعني ذات تقنية عالية جدا زي علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجيه، ودي حقيقه ما بتتعملش غير في مراكز قليله جدا على مستوى العالم كله، مش بس مش في مصر. يعني حضرتك ما تروحي اوروبا لازم هتدوري على مركز معين هو اللي بيعمل الحكايات. احنا النهارده موفرينها في مستشفى النصر في بورسعيد اللي هي الخاضعه لهيئه الرعايه الصحيه، وكل مستشفى بتفتح في محافظه جديده مركز المجمع الطبي بالاسماعيليه وفرنا فيها نفس التقنيه. حاجه زي زراعه الصمام الاورطي عن طريق القسطره، الحقيقه دي تقنيه يعني فائقه التقدم. حاجة حديثة مكلفة جدا، يعني المريض الحقيقة المواطن العادي، هنقول حتى المواطن اللي هو المقتدر مش هيقدر ان هو يتكفل بيها، لان هي بتصل تكلفتها فوق النص مليون جنيه. حاجة زي دي احنا موفرينها حاليا في هيئة الرعاية الصحية لأي مواطن، بمجرد بس ان هو بيعمل حاجة مساهمة رمزية ثمنها 300 جنيه يقدر ياخد الخدمة اللي ممكن توصل لملايين الناس. طبعا لو قارناها بنفس العمليات في مستشفيات اخرى غير تابعه لهيئه التامين الصحي بالتاكيد الفرق يعني لا يمكن الحديث عنه من كتر ما هو كبير، مش كده يا فندم؟ لا فرق جبار طبعا. يعني حضرتك الناس مش متخيله بس تكلفه الحاجات دي عامله ازاي، مش بس طبعاً. هنا في المستشفيات الخاصه في الدنيا كلها، يعني الحاجات دي يعني كمان مش كل الدول الحقيقه بتغطي التقنيات العاليه التكاليف دي بدون اي مشاركه من المواطن. احنا هنا في مصر بنوفرها حاليا. الحاجه الجديده والجميله كمان اللي هي الحقيقه لسه مراكز قليله جدا على مستوى العالم بتعملها، هي اصلاح الصمام الميتراري عن طريق القسطره. احنا خلاص ابتدينا في البرنامج الحمد لله في مستشفى النصر، وبنقدمها للمواطنين اللي هم عندهم مشكله ما يقدرش يعمل تدخل جراحي. في تقنيه حديثه جدا اتعملت بالقسطره هي اصلاح الصمام الميتراري، دي يعني تقريبا اعلى تقنيات الاجراءات اللي بتجرى عن طريق القسطره القلبيه. ف يعني الحقيقه احنا انتقلنا من مرحله كان المواطن المصري بيجد صعوبه شديده جدا في ان هو يعني يجد العلاج العادي بتاعه. يعني كان مثلا انا ابتديت الحقيقه امراض القلب دي سنه 2002، كنا عشان نعمل قسطره للمواطن ده كان ياخد له اربع خمس شهور على ما يخلص اجراءات ويخلص ورق، وفي الاخر هيجيب قرار بقسطره وبعدين بعد شويه قرار بقسطره ودعامتين عاديتين. النهارده في ماكسيمم خلال 48 ساعه اللي هو الحاله اللي مش طارئه بيبقى عنده القرار بتاعه جاهز على المستشفى اللي يقدر يعمل فيها الاجراء المطلوب باحدث الادوات باعلى المستوى، ويجد الحقيقه رعايه صحيه كريمه في مكان يعني انا مش عايز اقول ان هو يعني حقيقه متميز واحسن من الاماكن الخاصه بكتير في من ناحيه الرعايه الصحيه، من ناحيه جوده المكان نفسه. يعني احنا عايزين نقول ان احنا يعني بقينا فعلا دلوقتي متميزين في الخدمه الصحيه
في منظومة الرعاية الصحية الحقيقة، وفي منظومة التأمين الصحي الشامل. الحمد لله. أنا بشكرك يا دكتور طارق، طبعا شكرا جزيلا لوجودك معنا النهاردة. دكتور طارق رشيد، رئيس قسم القلب مستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، شكرا لحضرتك. هنروح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واللي ساهمت بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية بالاقتصاد المصري بفضل التوجيهات الرئاسية المستمرة للاهتمام بالمشروعات دي والدعم المتواصل من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لو اتكلمنا بالأرقام، فحسب ما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فهناك حوالي 1,400,000 مشروع صغير ومتناهي الصغر تم تمويله خلال السبع سنوات السابقة. خلونا نرصد من خلال هذا العرض حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السبع سنوات الماضية وحجم تمويلها كمان كان إيه. معانا على التليفون الدكتور محمد الشواتفي، عميد كلية تجارة الزقازيق سابقا والخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. ويعني 1,400,000 مشروع صغير ومتناهي الصغر تم تمويله خلال السبع سنوات الماضية، ازاي بتقرأ هذا الرقم ودلالته ايه؟ تحياتي لسيادتك يا فندم والسادة المشاهدين. الحقيقة طبعا خلال السبع سنوات السابقة حصل تطافرة اقتصادية كبيرة ورؤية اقتصادية تنموية استطاعت ان تحسن مستوى الأداء الكلي على مستوى الدولة المصرية. والحقيقة لما نيجي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان لها اهتمام عند القيادة السياسية وعند الحكومة المصرية، وده وضح الحقيقة في جهود التنموية الدولة قامت بيها. صحيح أن في حوالي أنشأت في حوالي 1.5 مليون مشروع خلال السبع سنوات السابقة، لكن هذا ناتج عن أولا أن هناك عدة مبادرات تمت في داخل الدولة المصرية على أساس دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أنها عصب التنمية الاقتصادية في أي اقتصاد من العالم. ولهذه المبادرات الحقيقة كانت توفير 200 مليار جنيه بفايدة 5% في أول الإصلاح الاقتصادي، زائد أن احنا الحقيقة تم إنشاء مجمعات صناعية كبيرة، في نفس الوقت تم إنشاء جهاز لتنمية المشروعات. ليه الكلام ده بيحصل الحقيقة؟ لأن الدولة، عشان نقول إن المشروعات دي بتتعمل ليه، لازم نعرف إن هنا واقع الاقتصاد المصري بيقول إيه. الاقتصاد المصري الحقيقة اقتصاد كثيف العمالة، في موارد طبيعية كتيرة جدا منتشرة في قرى والنجوع وفي المدن الصغيرة في العشوائيات. هذه العوامل جميعا، المشروعات الصغيرة دايما لما نعرف ان في السبع سنين اللي فاتوا قد ايه امتصت حجم عمل زياده، حوالي 7.7 مليون فرصه عمل قدرت توفرها باجمالي اجور تقريبا 67 مليار جنيه قدرت توفرهم المشروعات الصغيره المتوسطه للدوله. اذا في هذه الحاله المشروعات الصغيره بتعتبر احد ادوات الدوله في امتصاص البطاله، وبالتالي لها قدرة كبيرة على توظيف العمل واستخدام الأفراد. الأمر الثاني الحقيقة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتساهم تقريبا ب 80% من حجم الناتج المحلي في الدولة المصرية، وده بيقول لي إن هي تعتبر أحد أدوات تعزيز النمو في الاقتصاد المصري حتى يمكن أن نحقق المعدلات المرجوة. الأمر الأهم من ذلك ان احنا عندنا دلوقتي اكتر من 95% من مشروعات الدولة
هي عبارة عن مشروعات صغيرة متوسطة، يبقى في هذه الحالة وبتاخد كمان تقريبا 80% من حجم العمالة. ليه بقى؟ لأن احنا عندنا الدولة المصرية فيها موارد طبيعية موجودة في كل حتة. في هذه الحالة يبقى تصبح الصناعات الصغيرة والمتوسطة أحد الأدوات التحويلية لتحويل الاقتصاد من مواد خام إلى سلع منتجة وسلع ذات كفاءة، وده بيمثل تقريبا حوالي 60% من الصناعات التحويلية في داخل الدولة المصرية. الأمر الأهم من ذلك كمان إن هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتساهم في سد الفجوة التصديرية أو الواردات، إنها بتكون بتحل محل بعض الأدوات أو الصناعات اللي ممكن تستوردها، وفي هذه الحالة بتقدر توفر عملة ونقد أجنبي، بالإضافة إلى أنها بتوفر عمالة، بالإضافة إلى أنها بتعمل حاجات كتيرة. ممتاز. هنا بيقول لي نحن لسنا الأول، كوريا، سنغافورة، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، كل الدول التي حاولت أو استطاعت أن تحدث التقدم كانت الصناعات الصغيرة والمتوسطة أحد الأدوات لها، ولا سيما في الصين والهند وسنغافورة في هذه الحالة. طيب 44% دكتور من قيمة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم توجيهها لمحافظات الوجه الإبلي، لأي مدى ده بيؤكد اهتمام الدولة بتنمية الصعيد؟ الحقيقة اسمحي لي أن أنا هوسع شوية السؤال. الـ 44% اللي راحوا الصعيد عشان نمول مشروعات صغيرة ومتوسطة، مش هي الدولة كمان مطلعة 700 مليار جنيه لسيناء، تنمية سيناء، و700 مليار جنيه للقرية المصرية مشروع حياة كريمة؟ إذا في هذه الحالة بيقول لنا أن فلسفة التنمية في داخل الدولة المصرية لم تعد قاصرة على القاهرة والإسكندرية ولا العواصم المحافظات، وإنما امتدت لقرى الصعيد والصعيد، وامتدت لسيناء، وامتدت للقرية المصرية. هذا يؤكد إيه؟ يؤكد أن الصعيد النهاردة بالإضافة للقرية بالإضافة لسيناء، أن كل المناطق التي كانت لا تحظى بالاهتمام الكبير من القيادات في التنمية الاقتصادية أصبحت في بؤرة اهتمام الاقتصاد المصري وتوجهه، وهذا يعكس أن التنمية المصرية النهاردة بتعم كل المناطق، سواء قرية سواء في الصعيد سواء في سيناء، وبتعم كل حاجة. لكن لما أجي على الصعيد بصفة عامة أقول الآتي، أن الصعيد عبارة عن موارد طبيعية كثيرة، وبالتالي في هذه الحالة لازم أكون في هذا المكان قادر على صناعة بؤر تنموية من خلال صناعات تصديرية أو صناعات مشروعات صغيرة. هذه المشروعات تستطيع أن تستقطب عمالة باعتبار في بطالة، وباعتبار نسبة الشباب أو نسبة العمر اللي هناك، الناس اللي في عمر الإنتاج كبيرة جدا، وباعتبار أنها بعيدة عن مركز العاصمة، فهتبقى في هذه الحالة هو نوع من التوجه لبناء الصعيد، واعتبار أن الصعيد في هذه الحالة مصدر إيراد ومصدر دخل ويعزز نمو الدخل القومي ومعزز نمو الناتج القومي في داخل الدولة المصرية، الأمر الذي ينعكس في النهاية على الاقتصاد الكلي في الدولة المصرية. ممتاز. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشواتفي، عميد كلية تجارة الزقازيق سابقا والخبير الاقتصادي. النهاردة مجلس النواب شهد خلال ثاني أيام انعقاده في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، وجرت الانتخابات وسط أجواء ديمقراطية بمشاركة من جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب وعددها 14 حزب. كما شهدت الانتخابات حضور قوي للمرأة، حيث حصدت 16 نائبة مقاعد مختلفة بهيئات المكاتب بين رؤساء ووكلاء وأمناء سر. أيضا أسفرت الانتخابات عن نجاح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حصد 10 مقاعد بهيئات مكاتب اللجان النوعية. دلوقتي هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نبدأ أول مواجهتنا النهاردة، استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي هنتكلم عن جهود الدولة غير المسبوقة في رعاية الأشخاص ذوي الهمم والخدمات اللي بتقدمها ليهم الدولة بشكل عام، خصوصا أننا النهاردة شهدنا إطلاق منظومة المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الهمم. للمزيد من التفاصيل عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، اسمحوا لي أرحب بضيفتي العزيزة معالي الوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. سيادة الوزيرة أهلا بيكي، ومشرفانا ومنورانا في المواجهة. أهلا.
وسهلا. أنا اللي دايما بتشرف بوجودي معاك يا أستاذة إيهام، وأهلا بحضرتك وفريق عملك والسادة المشاهدين. شكرا يا فندم لوجودك معانا طبعا. ويعني في البداية قولنا بتشوفي إزاي الدعم الرئاسي لذوي الهمم في مصر؟ بشوف الدعم الرئاسي يعني بيبص من منظور متكامل جدا، بدأ من أول دستور 2014 في الجانب التشريعي، وبعدين في قانون رقم 10 سنة 2018 تخصيص عام للإعاقة، تمثيل ذوي الإعاقة في البرلمان وفي مجلس الشيوخ. فيعني هو داخل في كل حتة في النواحي التشريعية والإدارية. ده ترجم نفسه بقى، يعني لما بيكون في تشريع بيترجم نفسه لتوجهات في كافة الوزارات، فتح المجال أمام المجتمع المدني، تخصيص القانون أو الصندوق القومي لذوي الإعاقة علشان استكمال الموارد اللي الدولة ممكن تكون محتاجاها علشان توفي بالحقوق اللي ذكرها القانون، على احتفال يعني السنوي بالأشخاص ذوي الإعاقة واستقبال السيد الرئيس ليهم، تفهموا لقضاياهم وقضايا أسرهم، يعني مسألة إصرار سيادته وجميعا إحنا كمان كتوجهات دولة على دمجهم في التعليم وفي الصحة وفي مجال العمل. طبعا هو الطريق ليس سهل لأن ما كانش فيه حاجة خالص قبل كده، فدلوقتي يعني الحمد لله بناخده خطوات كانت الأول ثقيلة، وبعدين دلوقتي أصبحنا أكثر إنجازا وأكثر خفة، فإن شاء الله يا رب اللي جاي يكون أفضل إن شاء الله. يا سيادة الوزيرة، إيه الخدمات اللي بيقدمها كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الهمم يا فندم؟ يمكن بطاقة الخدمات المتكاملة هي بمثابة الرقم القومي للشخص ذو الإعاقة أو اللي عنده يعني من أهالينا من ذوي الهمم، لأن هي البطاقة اللي بتثبت إن عنده إعاقة. ده واحد. اتنين، هي اللي بتتيح له إنه يحصل على مختلف الحقوق اللي ذكرها القانون، إذا كان حقه في مدرسة دامجة، حقه إنه يكون ليه عضوية في مركز في نادي، حقه في إنه هو ياخد تأمين صحي بالذات للإعاقات الشديدة، حقه إنه يجمع بين معاشين لو هو مستحق طبقا لقانون التأمينات، حقه إنه يحصل على طرف صناعي أو جهاز تعويضي بخالي من الجمارك، يعني ما يدفعش جمارك عليها، فحقه إنه يدخل مسرح أو الأماكن السياحية بخصومات، حقه في إنه هو ياخد خصومات خاصة بوسائل الانتقال العامة زي السكة الحديد والمترو. في الحقيقة في مجموعة حقوق بتتوفر له من خلال هذه البطاقة، بدون هذه البطاقة مش هيقدر يحصل على حقوقه اللي ذكرها القانون، لأن القانون قال إنه بياخدها من خلال استخدامه للبطاقة دي. ففي خدمات مع وزارة الثقافة والصحة والتعليم والتموين، وإحنا كتضامن فكافة الوزارات ليهم يعني حزمة من الحقوق بياخدوها من خلال استخدامهم للبطاقات لو هم فعلا مستحقين طبقا للتقييم الطبي. عشان كده يعني شرفتنا النهاردة معالي وزيرة الصحة، لأن جزء من التقييم عند وزارة الصحة والجزء الآخر عند وزارة التضامن، فبنشترك وبأشرف أن أنا أكون مع الزميلة الفاضلة معالي وزيرة الصحة عشان نقدر في الآخر نخرج بي إن يكون في بطاقة ذوي إعاقة وبتكون مستحق ليها كافة الحقوق. ممتاز. إيه شروط الاشتراك يا فندم في المرحلة الثانية من منظومة كارت الخدمات المتكاملة؟ هي يعني عشان يحصل على البطاقة هو مبدئيا لازم يعمل كشف طبي، فبعد الكشف الطبي وبياخد يعني التقرير الطبي بيقول ايه نوع الإعاقة اللي عنده، سواء كانت حركية أو سمعية أو بصرية أو متعددة، يعني أنواع الإعاقات المختلفة. بعد كده بيجي يعمل كشف وظيفي عندنا. يمكن في المرحلة الأولى ومصر مشغولة في جائحة كورونا، وكلنا عارفين وزارة الصحة كانت قد ايه بتبذل قصارى الجهود عشان تقدر توفي بالخدمات اللي مصر محتاجاها أثناء الجائحة، فأخذنا الإعاقات الشديدة اللي كانت بتمثل المرحلة الأولى زي اللي بين ظاهرة ظهور، يعني لو حد عنده بتر متعدد، لو حد عنده شلل ما، قصار القامة،
متلازمة داون، الكفيف بالكامل، الأصم بالكامل. أجلنا للمرحلة التانية، الإعاقات اللي قد نختلف عليها هي نسبتها قد إيه بالظبط، لأنها محتاجة درجة، والدرجة بيقررها الطبيب نسبة لتخصصه على حسب نوع الإعاقة ووزارة التضامن. فالمفروض إحنا حتى تاريخه أصدرنا ما يقرب من 800 ألف بطاقة للمرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي الأكبر، وهي المتوقع فيها إن إحنا نصل ليس أقل من 3 مليون بطاقة، أو 3 مليون متقدم على الأقل، حوالي 3 مليون متقدم علشان يحصل على بطاقة خدمات المتكاملة. فبنتعاون فيها، وعندنا المفروض إن إحنا ربط شبكي ما بيننا إحنا الاتنين، ما بين الوزارتين، وأيضا بيتعاون معانا مستشفيات التعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي، وبعض مستشفيات الشرطة ومستشفيات الجيش، عشان نقدر نوفي بالإقبال اللي ممكن يكون عليه طلب عشان يحصل على الشهادة. طب في عدد من المزايا يا سيادة الوزيرة بيقدمها كارت الخدمات المتكاملة، يعني زي الدمج في المدارس، الجامعات، المعاهد، التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، الحصول على سكن. إزاي بيجري التعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية لتفعيل المزايا والخدمات دي؟ إحنا الحقيقة في اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بإشراف وإدارة دولة رئيس مجلس الوزراء، بنوائم فيها سياساتنا مع بعض. الخطة اللي كانت قبل كده في تكافل وكرامة في الربط الشبكي بين الوزارات اللي هي متعاونة في هذه المنظومة، بنكررها تاني مع بطاقة الخدمات المتكاملة. يعني احنا حاليا ما بيننا وبين التعليم العالي والصحة ربط شبكي، ما بيننا وبين وزارة التموين جاري عمله. فبالحقيقة بيبقى ما بيننا وبين كافة الوزارات، المفروض المواطن بيتعامل برقم القومي، عشان كده بنقول دايما للمواطنين تقدموا معاكم الرقم القومي، ومعاكم 3 صور بخلفية بيضة 4 في 6، والتقرير الطبي اللي هو بيقدمه ما بيجيبوش في ايده، هو بيحصل عليه بيكشف لوزارة الصحة، ووزارة الصحة بتبعت لنا التقرير الطبي يعني من خلال الموقع الإلكتروني اللي ما بيننا أو التواصل الشبكي. ده الحقيقة بيقلل إن يكون في احتكاك ما بين الموظف والمواطن، بيزود منظومة التحول الرقمي اللي مصر متجهة إليها. بناخد هذا التقرير وبنشوف لو هو فعلا تعريف الإعاقة في القانون، إن يكون غير قادر على أداء مهامه اليومية بشكل مناسب وبشكل متساوي مع غيره، لكن ما تكونش مثلا حاجات بسيطة قوي ويقول أنا عندي إعاقة عشان يحصل على المزايا. فزي ما القانون أتاح مزايا كثيرة، زي ما بيكون في برضه حوكمة وسيطرة إلى حد ما على الخدمات إن تصل إلى مستحقيها فقط، علشان يبقى بنحافظ على حق المواطن وحق الدولة في أن واحد. ممتاز سيادة الوزيرة، أنا بشكرك طبعا جدا على وجودك معانا النهاردة وعلى وقتك. سيادة الوزيرة نيفين لا الخباج، وزيرة شرفني. التضامن الاجتماعي، احنا اللي بيتشرفنا دايما وجودك معانا، ونشكرك انك عمرك ما بتتأخري علينا. شكرا ليك يا فندم. احنا كمان بنشكر حضرتك، وهنسيب حضراتكم مع هذا العرض عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة. هنشوف هذا العرض ونرجع مع مواجهتنا التانية النهاردة. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي هنتكلم عن عدد من المواضيع والقضايا والملفات المحليه مع ضيفي الكاتب الصحفي الاستاذ محمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهره 24. منورنا في المواجهه. نورك يا فندم، اهلا بيك يا استاذ محمود. اهلا وسهلا. انا عايزه ابدا الحقيقه بشبه جزيره سيناء، ووضع الدوله لخطط كثيره لتنميه هذه المنطقه المهمه جدا من مصر، ومحاوله من الدوله لجعلها منطقه جاذبه للمستثمرين وللسكان، وربطها بالدولة دلتا وباقي محافظات مصر. قولي بتشوف ازاي جهود الدوله فعلا في تنميه سيناء؟ خليني اقول لحضرتك الاول ان ده حديث مهم ومناسب في توقيت ذو دلاله. احنا من هذه الايام بنحتفل ب 48 عام على ذكرى انتصار اكتوبر، فده يؤكد ان المعركه ليست معركه سلاح فقط، وانما معركه تنميه بالاساس. ومناسبة التنميه دي ظلت فتره طويله لقرون سابقه من الانظمه الماضية يعني طي النسيان والتهميش وعدم الالتفات. ده كان واضح مش سر من بعد يعني
مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي شفنا اختلاف تام رغم ظروف وسياق ودلالة الإرهاب اللي حصل فيه بعد 30 يونيو. شفنا تنمية على الأرض، شفنا تنمية للإنسان، شفنا تنمية للمنطقة كاملة. الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما آخر افتتاحات رئاسية كان في مصرف بحر البقر ضرب وهو طبعا ودولة رئيسة الوزراء أمثلة كبيرة وأرقام فيما يتعلق بالافتتاحات اللي تمت في المنطقة، سواء في بورسعيد، سواء في الإسماعيلية، سواء في السويس، سواء في سيناء نفسها، على حجم الاستثمار والأرقام اللي تم تقديرها من الدولة للإنتاج هناك والمشروعات 600 مليار جنيه. أظن ده كان رقم مهم جدا لسنة في مشروعات سيناء. مصرف بحر البقر نفسه الأخير دخل موسوعة جينيس لأهم وأكبر مشروعات ريكورد في تنفيذه من قبل المقاولين العرب وشركة أوراسكوم، وده حاجة يعني غير مسبوقة في العالم كله. الحقيقة الرئيس كان حريص جدا أن كمان هذه المشروعات يتم حراستها من قبل القوات المسلحة لضمان عدم أن تطولها يعني يد الإرهاب، لأن المنطقة هناك ربما محتاجة مزيد من الاهتمام والتركيز والجهد. اللي بيحصل في سيناء كنا أخذنا فترة من الزمن بنسمع عن عمليات إرهابية وخلافه وتصفية لتكفيريين، ثم الحمد لله منذ سنتين أو أكثر يعني لا حديث سوى عن التنمية، لا حديث سوى عن محاور، عن أنفاق، عن مشروعات، عن يعني زراعة واقتصاد وتنمية وأفاق رحبة جدا سواء في شمال أو جنوب سيناء. ده بيدل على الحمد لله مزيد من استقرار مؤسسات الدولة، مزيد من اهتمام النظام السياسي المصري تجاه سيناء، مزيد من يعني التنمية. حتى شفنا في أهالي سيناء نفسهم يعني المواطنين من حديث عن يعني مخاطر واستغاثات متتالية في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، إلا الحمد لله يعني ليست الأمور كما يتمنوها لكن أفضل عن سابقتها يعني، وفي مزيد من الخطوات في المستقبل القريب لهذا الأمر. طب ده إلى أي مدى بيجعل من سيناء منطقة جاذبة للمواطنين وللسكان يا أستاذ محمود؟ الحقيقة احنا كنا خدنا فترة الأول كنا بنشوف المواطنين في سيناء بينزحوا من هذا المحافظة بسبب العمليات الإرهابية وبسبب التخطيط وما كان يحدث بعد 30 يونيو، لكن مؤخرا زي ما قلت حاجة منذ عامين أو أكثر يعني والأمور شهدت استقرار، شهدت عودة إلى المناخ مرة أخرى، مزيد من المشروعات سواء استثمارية أو اقتصادية أو زراعية. شفنا كمان أن الدولة بترصد خطط وآليات لأنها تتعاون مع المواطنين سواء في مشاريعهم، سواء في الصناعة السمكي، سواء في البحيرات وخلافه، أنها تاخد منهم منتجاتهم حتى التراثية منها واليدوية يعني في التضامن الاجتماعي ومعارض تراثنا، ويتم تصديرها للخارج والتعامل معها. فالحقيقة في تكامل ما بين الدولة والمواطنين، ثم يعني مزيد من القطاع الخاص وجذب المستثمرين، هيئة الاستثمار وشركات. شفنا تزايد ملحوظ في تأسيس الشركات القادمة من شمال سيناء أو العاملة في نطاق العريش وشمال سيناء، وده دلالة مهمة على يعني استقرار الأمور وتطوير في الآلية والمنطقة. الدولة الحقيقة يا أستاذ محمود كمان لم تنسى يعني الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم ليه، من صحة وإسكان ومرافق وتعليم. صحيح. كل ما يمكن أن نتخيله. إزاي بتشوف توجه الدولة لبناء الإنسان المصري وتوجه الدولة لتوفير سبل العيش الكريم له؟ الحقيقة من أهداف ومحددات الرئيس عبد الفتاح السيسي حين جاء إلى سدة الحكم يعني، وشايف أن الاستثمار في البشر هو أهم استثمار، بدءا من تصريحاته على شكل وجسم المواطنين، ثم مبادرة حياة كريمة هي المبادرة الأكبر والأهم في تاريخ مصر والتأسيس للجمهورية الجديدة، ثم مبادرة 100 مليون صحة وعلاج فيروس سي، وأخيرا إجراءات احترازية في مواجهة كورونا والقدم السكري. والحياة اللي بتشوفه من شوية حياة كنت مع وزيرة الضمان الاجتماعي واهتمام بملف ذوي الهمم. صحيح. وإزاي نقدر نوفر رصيف وشاطئ لذوي الهمم. الحياة دي كانت في زمان بالنسبة لنا شيء ضرب من الخيال وبنشوفه في العالم الأول والمتقدم، كنا بنشوف مصر متأخرة كتير عن هذه الدول، لكن الحقيقة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشوف يعني آليات وطرق واهتمام باين واضح وصريح في الاستثمار في البشر. أنا بسميه استثمار في البشر، وهو الحقيقة الأهم
في الاستثمار، لانه الاستثمار في المستقبل. احنا عندنا امه 70% منها شباب، دايما الرئيس حتى في رمزيه الدلاله انه دايما بيصطحب الاطفال والاحفاد في المشاريع والافتتاحات الرئاسيه باعتبار ان ده المستقبل. موكب المومياوات شفنا الرئيس كان داخل بالاطفال، وده بياكد ان هو يعني مهتم بالنشء سواء في الصحه في التعليم زي ما قلت لحضرتك، حتى في توفير الشقق والاسكان ومبادرات التمويل العقاري 3%، انه مفيش اي محور من محاور اهتمامات الانسان في مصر او المواطن المصري الا وتوفير ليها كل مناحي الحياه الكريمه. مبادره حياه كريمه، الريف المصري والصعيد على المستوى كمان اللي يعني الاخص اللي كان بيعاني من تهميش كبير، انه ياخد الجزء الاكبر من الميزانيه، الجزء الاكبر من الاهتمام والمحور، ده حاجه يعني غير مسبوقه. يبقى فيه غاز طبيعي، يبقى فيه انترنت، يبقى فيه صرف صحي، مياه نظيفه، هذا يعني شيء عظيم جدا جدا غير مسبوق. اخيرا هسال حضرتك، شايف ازاي مساهمه بقى جهود التنميه في جعل سيناء او ربطها بباقي المحافظات، وفكره ان المشروعات القوميه كمان والتنمويه بتجعل من هذه المنطقه من مصر منطقه جاذبه، وازاي هذه المشروعات بتربطها بباقي محافظات مصر؟ الحقيقه سيناء طول الوقت الفتره الماضيه يعني قبل كمان 25 يناير كانت بتعاني من التهميش، بتعاني من التهميش، انه صعب ان انت توصل وصعب ان انت تخرج، والنظره كانت لاهل سيناء كانت نظره ربما فيها توجس من الخوف بعض الشيء قبل 2011. الحقيقه ده كله اختلف، الامر دلوقتي بقى في ربط بين سيناء والمنطقه، محور قناه السويس، الانفاق، التعامل، الشركات، اعاده التوطين هناك، الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضوره اكثر من مره لمشروعات هناك وفتحها، اظن ده اكبر دليل على التكامل بين اهالي سيناء وبين باقي انحاء الجمهوريه. مش هقدر كمان اتجاهل ودور القوى الناعمه، مسلسل زي الاختيار قد ايه هو سلط الدور على والضوء كمان على بطولات القبائل السيناويه ودورهم وقد ايه المعاناه اللي كانوا عايشوها، فاظن ما فيش بعد كده في الاهتمام من قبل الدوله واعاده دمج المواطنين السيناويين مع باقي انحاء الجمهوريه. انا بشكرك شكرا جزيلا حضرتك، شرفتنا الكاتب الصحفي الاستاذ محمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهره 24، شرفتنا ونورتنا. شكرا ليك وبشكر حضراتكم، اشوفكم ان شاء الله بكره في مواجهه جديده، الى اللقاء.